Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to the program Liqa Maal Arab. Sayyidina Hazrat Amirul Mumineen Nayyadahullah Ta'ala bin Asli Aziz will be with us shortly to answer the questions put to him. He will answer in English and immediately after that Arabic translation will be provided. I would like to request Brother Ibada Barbush to kindly welcome the viewers and then we listen to one of the qasaid of the promised Messiah alayhi salatu wasalam in Arabic. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم لقاء مع العرب في هذه الأثناء نحن كالمعتاد في انتظار تشريف حضرة أمير المؤمنين باستديوهاتنا بالفضائية الإسلامية الأحمدية بلندن وسنستغل إن شاء الله لحظات الانتظار هذه وسنستمع سوية إلى مقتبس من إحدى القصائد العربية التي نظمها مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية حضرة مرزا غلام أحمد عليه السلام بمطلع على أسرار بالي بعالم عيبتي في كل حالي بمطلع على أسرار بالي بعالم عيبتي في كل حالي بوجه قد رأى عشرة قلبي أرسلت من رب كريم رحيم عند طوفان الضلال ترى آيات صدقي ثم تنسى لحاك الله ما لك لا تبالي تعال إلى الهدى ذلا خضوعا إلى ما تكتسي وإن نظرتني فترى سهامي ومثلي لا يفر من النضال ألا إني أقاوم كل سهم وأقلل الامتنان عن النبال فإن حربا فحرب مثل نار وإن سلم فسلم كالسلال وحربي بالدلائل لا السهام وقولي لهدم شاش الخذال وحربي بالدلائل لا السهام وقولي لهدم شاش الخذال وفاق السيف نطقي في الصفار قد ابتلت المكفر كالغزال هداني خالقي نهجا قويما ورباني بانواع النوالي وكم سر اراني نور ربي وايات على صدق المقال وقد أشربت كأسا بعد كأس إلى أن حني نور الجمال رفاضة الموائد كان أكلي وصرت اليوم مطاما أهالي رفاضة الموائد كان أكلي وصرت اليوم مطاما أهالي أزيد بفضله يوما فيوما وأصلي قلبا ضغي الوبال ألا يا حاسدي خف قهر ربي وما ألوك نصحا في المقال تركنا هذه الدنيا لأجل
نظمت قصيدتي بالارتجاع. السلام عليكم. Are they incomplete? I think they must be on their way. All right. उनको बता दें वो आ जाए तो उनको भेज दें. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. प्लीज हजूर, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टू हजूर ड्यूरिंग लास्ट सेशन. We need more clarification about when a person enters the mosque and the imam is saying the Isha prayers. Hazur has explained that if the person is not aware that it is Isha, so he can join the imam and says his Maghrib later. What about if the person is aware? Then he must say Maghrib before. Okay, that's هذا تنقيح أو تعديل للترجمة التي قدمتها في حلقة البارحة حول إجابة حضرة أمير المؤمنين، وهو يتعلق بسؤال في مجال الفقه، وهو إذا دخل شخص للمسجد للصلاة وكان الإمام يؤم صلاة العشاء، فهل يسمح لذلك المسلم أن يشترك في تلك يعني صلاة العشاء وبالرغم من أنه لم يصلي صلاة المغرب؟ يقول حضرة أمير المؤمنين إذا كان هذا الشخص ليس على علم أن الإمام يصلي صلاة العشاء فلا بأس بإمكانه أن يلتحق ثم بعد ذلك يصلي صلاة المغرب، ولكن إذا كان يعرف أن هذه الصلاة يعني هي صلاة العشاء فالجدير به والأحسن أن يصلي تلك الصلاة التي فاتته هي صلاة المغرب ثم يلتحق بصلاة الجماعة. You see, it is basically the prayer is kitabu makhuta. So, if he knows that it is the Maghrib has not yet been said, it must be said before. يقول حاتم المندي أن صلاة القضاء هي يعني مؤقتة بالتحديد، فإذا كان على علم وعلى معرفة بأن ذلك الموعد قد فاته فيجب عليه أن يؤدي تلك الصلاة التي فاتته ثم يلتحق ويصلي صلاة العشاء جماعة. نعم. استاذ from Bosnia. It's all ladies affair. ما شاء الله. This question for Vam Nona. Bravo, ladies. You kept this my list alive. Please. So this is question for Vam Nona Ahmadi. He said, if Ahmadi proved the truthfulness of Hazrat Imam Mahdi from Quran and Hadith, which are on Arabic language, why Saudi Arabia and other Islamic countries reject this Imam while they know Arabic language? The people to whom Ahmadi Sallallahu Alaihi Wasallam appeared, were they not Arabs? Did they not understand the Arabic language? Why did they reject Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? كان السؤال كدليل أو استفسار عن صدق حضرة الإمام المهدي عليه السلام. يقول هذا الأخ يعني سألت الأخ هذا السؤال نيابة عنه، يقول لماذا إذا كان الإمام يعني إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية صادق ويعني الدول الإسلامية المختلفة تعرف اللغة العربية يعني حق المعرفة فلماذا هي الأخرى لا تؤمن به وتنضم إلى الجماعة؟ فيجيب حضرة أمير المؤمنين ويقول ارجعوا إلى الفترة الأولى من تاريخ الإسلام وبالتحديد عند بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى مدى معرفة يعني قريش وتلك القبائل الأخرى باللغة العربية، إذ أولئك كانوا فطاحلة اللغة العربية وكانوا أكبر ناس على معرفة بها، ولكن بالرغم من ذلك كانوا هم السابقين في رفض أو هم من سبقوا في رفض دعوة وصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. Yes, I read this article in magazine, Arabic magazine. They said, ذكرت فرح Arabic, please. Okay. ذكرت فرح السعودية الخبر الثاني أكبر نسخة من القرآن الكريم مكونة من 650 صفحة نحاسية مطلية بالذهب عيار 24 قيراط ويضمها غلافا مرصعا بالأحجار الكريمة، وسوف تدخل هذه النسخة موسوعة جينيس الأرقام القياسية. أريد أن أعرف من حضرتك هل هذه هي الطريقة التي أراد الله عز وجل أن يعرف بها كتابه الكامل القرآن الكريم، وهل يحتاج المسلمون إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية كي يثبتوا أنهم خير أمة أخرجت للناس؟ She said, I read this news in one Arabic magazine which speaks about the biggest copy of the Holy Quran
which is made of metal plate dipped in gold. It is made? It was engraved on metal plates, which is also dipped in gold, 24 carats gold. And it's made of 650 plates. And she wants to know, because those people, I believe in Saudi Arabia, they want to enter the Guinness Book of Record by making this biggest copy of the Holy Quran available. So she wants to... all against... please, she wants to... She wants to know, is this the way that Allah wants his book to be known and recognized by people? And also, does the Muslim need to prove themselves that khayra ummatan ukhrijat linnas through this way? This is absolutely wrong, because it's against the teaching of the Holy Quran to write the Quran in gold and stud it with jewels, etc. This is totally rejected by the Quran, this attitude. It is the value of the meaning of the Quran which should be concentrated upon, and people should understand the real value, which is spiritual, moral, and value of conduct. This is what we must concentrate upon. As far as these material efforts to decorate Quran are concerned, such material efforts should be decried, should be looked down upon, and completely rejected by those who have any regard for the holiness of the Quran. يقول حضرة المؤمنين أن هذا العمل هو ينافي التعاليم القرآنية السمحاء، إذ أنه لا يسمح بأن تكتب كلماته بهذه الخطوط الذهبية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نركز على معاني القرآن الكريم، لا على الصورة الظاهرة كما يتصور بعض الناس. ثم يواصل حضرته ويقول: يجب على الحدود الإسلامية أن تركز على المعاني الأخلاقية للقرآن الكريم، وأيضا أن يتحلوا بها ويحولوها حيث التنفيذ. أما هذا العمل من صنع أكبر نسخة للدخول في هذه الموسوعات المختلفة، فهذا لن يحمل أي مؤشرات خير الأمة، ولكن يجب عليهم أن يتحلوا بالتعاليم الإسلامية السمحة. With the mention of paradise, why is min tahtihi al-anhar almost always followed? What is the significance of water stream in the paradise? تسأل الأخت وتقول: لماذا نرى في مواضع مختلفة في القرآن الكريم لما تذكر الجنة تذكر مباشرة بعدها من تحتها الأنهار؟ فتريد أن تعرف بالضبط لماذا يرمز الماء أو هذه الأنهار المياه في المواقع المختلفة في القرآن الكريم. Can a garden be kept alive without water? Can you imagine a garden being flourishing and full of verdure without anything to feed it? It's not possible. So anhar have to be mentioned. But the question should have been, why anhar are different material, that is of shahad, of intoxicants, etc., etc. So this question should require a completely different role. In fact, the Jannah of every believer would be built according to his internal attitude to God and godly things. So some people would like to be lost in a sort of layer of self-forgetfulness, to be lost in the player as though somebody had drunken deep from wine. So this appeals to some people, and for them the love of God would acquire that
sort of nahar which flows under the trees, which are his heaven. So these are metaphorical expressions. There are no real trees, material trees, to be found in heaven at all. The problem is created for those who, while imagining Jannah, imagine Jannah to be a material thing with thick bushes and growth, etc. This is rejected by the Quran repeatedly in so many other verses. It speaks of a spiritual Jannah, not of a material Jannah. So this question is based on this misunderstanding. He thinks underneath the Jannah these waters are flowing, wine is flowing, honey is flowing. So when the Jannah is not material, why should he consider these anhar to be material? So that is why I have spoken of the spiritual attitude of different people towards pleasure, towards godliness, and these different materials indicate, I mean, not materials, but these different concepts indicate the attitude of different believers to what they think is to be the best for them, what they crave for. And they will find a similitude in these worldly things here to what they desire to be, to find in the hereafter. Right? يقول حضرة من المؤمنين هل يمكن لأي حديقة أن تترعرع وتكون تحتوي على تلك الخضورة بدون حاجة إلى ماء؟ فهذا مستحيل. ويقول حضرته أيضا أن الأنهار ضرورية جدا للمحافظة على هذه الحدائق أو الغابات الكثيفة. فلذلك يقول حضرته هنا السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا هذه الأنهار المختلفة، مرة أنهار من خمر أو عسل أو إلى غير ذلك؟ فيقول حضرته لماذا؟ لأن جنة كل مؤمن في الحقيقة، تلك الجنة الروحانية، هي تبنى أو تصنع له بناء على فهمه واستيعابه لصفات الله سبحانه وتعالى، وثانيا بالنسبة لعلاقته به عز وجل. وهكذا يفسر حضرته كيف أن هذا التصور الذي يقع في ذهن الإنسان يجب أن يرسم له كي يواصل سفره أو ترقيه في السلم الروحاني. ثم يقول حضرته: بعض الناس في الحقيقة يتوهون في ملذات مختلفة، فلذلك يجب أن ترسم لهم صورة عن ذلك كي يستوعبوها بعقولهم المادية، وتكون لهم تلك الصورة المجسدة البسيطة المجازية لذلك. ثم يقول حضرته: أيضا نرى أن حب الله سبحانه وتعالى يبدو أنه تجسد لكثير من المؤمنين في صورة هذه الأنهار التي تحمل هذه المياه، التي في حد ذاتها تحمل الحياة لكثير من الخضروات وكثير أيضا من الناس والكائنات الحية الأخرى. وهنا يقول حضرته بصفة عامة: الحديث هنا هو بصورة مجازية بحتة، فلذلك هذا يرد على كثير من الناس الذين يتصورون أن الجنة فيها ذلك الجانب المادي، وهذا فعلا ما ينكره القرآن الكريم صراحة، الذي يتحدث عن الجنة الروحية فقط التي سيرزق بها ويحظى بها المؤمنون. ثم قال حضرته: ما دامت إذن الجنة غير مادية، فالأنهار هي الأخرى يجب أن تكون غير مادية، لأن لها علاقة متينة ووطيدة بهذه الجنة التي نحن بصدد الحديث عنها. ثم يقول حضرته أن في الحقيقة وبصورة عامة هذه الأنهار المذكورة هنا في القرآن الكريم ترمز إلى تلك الصورة التي ترسم في ذهن المؤمن كجائزة يتحصل عليها في جنة الله سبحانه وتعالى. This question: genetically modified is increasingly being in our food, sometimes even without being labeled as such. This seems to be a worrying trend. What does Azur think about it, and to what extent does Islam tolerate this modification? ك
كان السؤال حول بعض المأكولات أو الخضروات التي يتدخل فيها العلماء ويغيرون بعض التركيبات الجينية فيها. تسأل الأخت وتقول إلى أي مدى يسمح الإسلام بهذا التدخل؟ As far as the nature of food is concerned, if scientifically food is made in a manner that it grows in size and feeds the people, feeds the people who without this excessive food may suffer hunger. This is good intention. There is no doubt about it. So Islam cannot be against any such effort which promotes feeding of the people and relieves suffering from hunger. So far, so good. But personally, I am against genetic interference in our food because of other reasons which pertain to health. If man is driven to use these things, that's a case of compulsion. One cannot avoid it. But at the same time, he should be ready to suffer from the consequences of this, which in my opinion, medically are not good. Because genetically interfered food may have many things which are as yet unknown, but they underlie in genetic symbols which may hurt the future generation of mankind, which may interfere with the human economy, human health, etc., not visibly immediately, but after a while. So these are my fears, which are not based on any injunctions of the Holy Quran, but they are based on my study of health. So one should be cautious. That is all I can advise. Please. يقول حضرة أمير المؤمنين إذا كانت النية من هذا التدخل تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي ومحو المجاعات من على وجه الأرض فلا بأس، يمكن أن تسمح في ظروف محددة وظروف مشددة باتخاذ هذا التدخل في التركيبة الجينية يعني المواد الغذائية المختلفة، ولكن إذا كان هذا التدخل لأغراض أخرى فيقول حضرته أنا شخصيا لا أوافق ذلك لأن هذا يحمل مؤشرات أزمات ومخاطر خطيرة على الناس في المستقبل، لأن هذه المأكولات أو الخضروات المختلفة يعني تحمل هذه المخاطر في حد ذاتها، إذ أيضا لما تطلع عليها العلماء لغاية يومنا هذا والأجيال المستقبلية يبدو أنها ستتألم وتشكو من هذه المخاطر والآفات المستقبلية، وهذا ما تعلمته من خلال دراستي الخاصة في هذا الميدان، وهذه النقطة يؤكد عليها حضرته يقول لم أفهم هذا من آيات مختلفة من القرآن الكريم، وهذا من دراستي الخاصة لأحداث مشابهة وما حدث أيضا في الماضي بالنسبة للإنسانية بعلاقتهم بالتدخل في هذه الأمور الطبيعية، فأرى شخصيا أن هذا التدخل يحمل مؤشرات خطيرة جدا على الأجيال المستقبلية في من الناحية الصحية. هل يحق لأي حاكم أو أي دولة أن تحكم بالإعدام على شخص معين، وما مصير الحاكم الذي يحكم بالإعدام عند الله سبحانه وتعالى؟ He said, is it permitted to any government to issue a death sentence on any of their citizens, and what will be the case of this judge in front of Allah? It depends on the merits of the case. If they decide wrongly, they will be answerable to Allah. If they decide rightly, they will be maybe nothing wrong would happen to them, or they will not have to suffer the consequences in the sight of Allah.
يقول حاضر يهونين. طبعا إذا كان هذا الحاكم مخطئا في قراره فلا نتصور أن الله سبحانه وتعالى سيفرح بذلك، فيبدو أن غضب الله ربما سينزل عليه في تلك المحاكمة في الآخرة. وإذا كان مصيبا أيضا لا نرى أن الله سبحانه وتعالى سيغضب عنه لأنه أصاب في قراره ذاك. نقول هذا سؤال من الكبير من السيدة تسأل أن هذا يتعلق بالنسبة للسبايا والأسرى في الحرب زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أن النسوة يقعن تحت ما ملكت أيمانكم أو ما ملكت يمينك للرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تسأل هل معاملة هؤلاء النساء تكون كمعاملة أي نساء أخر من ناحية الزواج و he said this question is from the ladies of Kababir, and they want to know about the war prisoners, and mainly the ladies who do come under the category. You plug their ears in the meantime. Who do come under the category of ma malakat aymanukum? They want to know: do they have the same right as the proper wedded wives or not? And she referred to the زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية also. Yes. You see, during a war which is fought according to the Quranic description, that the full bloodshed is carried out, it's not just a skirmish, but a real war. Those prisoners of war who are ladies as well as men, they are put under control of certain people. This is not something new which was created by the Quran. This was the common custom of the entire world. So first of all, this should be this aspect should be highlighted. People think, particularly the non-believers, non-Muslims, as though Islam has created for the first time the teaching that you own the people who are war prisoners. The fact is that prior to Islam, all prisoners were treated in such bad manner, such inhuman manner, that to read about how they were treated, the men and women, one shudders. So what Islamic teaching is about them, about the prisoners of war, is extremely beneficent and speaks of their rights rather than people's rights over them. It modifies people's attitude to them. Now remember that like our modern times, there are not the great war camps for not possible. Who would maintain them? Who would take care of the prisoners of war in huge war camps? In modern times it has become possible, but still there are many evil practices which are related to this. So I'm forgetting that. I'm talking of people going to the time which Islam had inherited, a time of war where prisoners had to be done with, something should have been done about them. So they were naturally distributed to different houses. Among them were adults, among them were orphans, among them were widows, among them were those who were not yet married. And as far as their previous marriage was concerned, those women who were married, that marriage was automatically cancelled. Because when you go into war and you are conquered, then previous relationships are annulled automatically.
So that was the universal custom of the time. So keeping this in view, now we turn to this question. Islam speaks of the rights of prisoners of war in every area. It speaks of orphans, it speaks of widows, it speaks of unmarried girls, etc. And it hands them over in the custody of people because there were no war camps. So at the same time, it reminds the people to be kind to them, to be extremely thoughtful of their requirements and of their sensibilities. They should not be insulted, they should not be slapped, they should not be beaten up. So people who speak of just women and the they forget all the surrounding atmosphere of such people and the slaves. So number one, slaves are made during wars, according to the Holy Quran. There is no other method which can be introduced to the world to turn people into slaves. The Quran does not suggest any single method other than the war which can produce slaves, because everybody is born free. So keep this in mind and now listen to the points which I'm going to raise here. Islam, on the other hand, introduces so many reformations in the society and so many possibilities of liberating slaves, that after a while it is not possible to find a single slave in Islamic society, because either they die or they are liberated and their children are not slaves. Children of slaves are not slaves, because this is not a method of creating slaves which is mentioned in the Quran. Only wars can create slaves, and slaves do not give birth to slaves, because every child is born a free child. This is a universal teaching of the Quran. Keeping that in view, now visualize that you cannot make slaves, but you must liberate them to win the pleasure of Allah. And there are so many ways and means of freeing slaves. When a face, if a slave, liberate him. There's enough evidence from Ahadith that somebody slapped his slave and Rasulullah saw and shouted to him, "You are earning the wrath of Allah by doing so." He said, "I liberate the slave." He said, "Yes, this is right." So liberation of slave was the rule, and to keep them was exception. Only for the service of one's lifetime it was possible, but at the same time liberation of slave was a routine in Islam, with the result that at some times even 60,000 slaves were freed by some wealthy Muslims just to seek the pleasure of Allah. So where did they come from? They either came from the non-Muslim society, or
they came from as a product of war slaves. So Islam is beneficial not only to those slaves who are Muslim, but is beneficial to those slaves who belong to non-Muslim society. This is a wider aspect of Islamic beneficence of Islamic teaching. Hakim bin Hizam is known to have liberated slaves, as I have said, 60,000 slaves at one moment. So this is Islamic teaching about slaves. Within a generation or two, it should become hard to find a single slave in Islamic society. And that is what actually happened. But that is what should actually have happened. But it did not happen quickly because of other slaves infiltrating the Muslim society from all over the world. Because Arabs had got the habit of using slaves as their personal servants. So although they did not turn Muslims into slaves themselves, or because there were no war prisoners, they could not gain slaves through that source, but they had plenty of sources all around them because the world did not mind creating slaves. So sold, they became the property of the Muslims who owned them, but with certain rights, with certain obligations. They could not treat them inhumanly, as I have said. According to the Holy Quran, your slaves, even if you buy them, must be treated so much alike that sometimes the clothes you wear are worn by the same, by the slaves. It is preferable not to create any distinction. The food you eat must be shared by the slaves. So slavery in itself is a sort of an excellent form of ordinary servants whose condition is improved. In the modern times, when you have servants, you do not treat them alike. You do not give them the same food. You did not make them wear the same clothes. But these slaves, which were permitted to be bought, were raised in status so much so that they lived like family members. So what objection can you have against these slaves? Because a new form of creating opportunities to obtain services from other people, like laborers, etc. So they worked as servants, but they were treated as household people. Belonging to the house, I mean, not household. So this is the overall picture which should be kept in view. After this, if you have to ask any question which relates to conjugal relationship, I would request you to drop it for the time being. Because, as I said, you know, the ladies will have to put plugs into their ears. But on that subject, I have repeatedly spoken in other question-answer sessions. And also, during my Dars-e Quran, I have also spoken on this subject. So that should be sufficient. If you want to find out the answer to this, you can read that. One thing must be answered in relation to Hazrat Maria Qibtiya. This again is the Quranic tradition strictly followed by Ahadu Sallallahu Alaihi Wasallam, that if
a slave woman gives birth to your child, she's automatically liberated and becomes your wife. Whether nikah is performed or not, that's a separate issue. But a slave girl, when she gives birth to your child, I mean a Muslim's child, she becomes liberated that instant and should be treated equal to other rights, other wives. Right? I know it's very long, but he will be able to manage it, inshallah. يشيب حضرة أمير المؤمنين عن هذا الاستفسار ويقول أن الحروب المختلفة التي ذكرها القرآن الكريم ليست بمسرحية وليست بالشيء الهين، ولكن يحمل حقائق تاريخية هامة وتغيير جذري في العادات والتقاليد والقوانين التي كانت معروفة في العالم المعروف في ذلك الوقت. ويقول حضرته أن تلك العادة لم تكن غريبة على الإسلام وكانت هي فعلا المتبعة، ولكن مع ذلك نجد أن أصابع الاتهام توجه ضد الإسلام، إذ ينسبون له هذه الأعمال التي في الحقيقة لا دخل للإسلام فيها، ولكن كانت موجودة وسائدة ومتعارف عليها في تلك العالم المعروف، تلك البقاع من العالم المعروفة في ذلك الوقت. ثم يقول حضرته أن تاريخ الإنسانية يخبرنا على سوء معاملة مساجين الحرب في صفة عامة وفي حالات مختلفة، ولكن إذا رأينا هذه الحالة بالنسبة للإسلام فنرى أن الظروف قد تغيرت، فوضع الإسلام حدا لسوء هذه المعاملة وأعطى هؤلاء المساجين أي مساجين الحرب حقوقهم الإنسانية المختلفة، وأيضا حفظ هذه الحقوق وحسن من مستواها. وبهذه الصورة يأخذنا حضرة أمير المؤمنين في رحلة استطلاعية يعني حول في تاريخ الإسلام. وبعد هذا يقول حضرته أنه مع تقدم الناس مثلا في أيامنا هذه أصبحت هنالك مخيمات وملاجئ وأشياء يعني مختلفة لمساجين الحرب، ولكن في تلك الظروف لم تكن الإمكانيات تسمح بهذه الظروف المختلفة وبهذه التسهيلات، فكانت العادة أن يفرق يعني مساجين الحروب هؤلاء على العائلات المختلفة، وكان فيما بينهم اليتامى، وكان فيما بينهم أيضا من توفي زوجها وغير ذلك، فكانت تلك الظروف الاجتماعية الصعبة موجودة في تلك الظروف. وأيضا يقول حضرته هذا هو أيضا من ضمن القوانين المعروفة والمعمول بها في ذلك الوقت. ونؤكد مرة أخرى هذا القانون لم يضعه الإسلام ولكن كان قبل مجيء الإسلام. ويقول حضرتنا ذلك القانون هو أن المرأة التي يقبض عليها في أي حرب وهكذا تخسر أو ويخسر قومها تلك الحرب، تلك المرأة يلغى زواجها ويمكن أن تتزوج من يعني تصبح عبدة لذلك القوم أو الجيش الذي ربح تلك المعركة. ثم يقول حضرته أن الإسلام أتى هنا أيضا ووضع حدا لحقوق السيدات اللاتي يزن، وأيضا لا يسمح لأي شخص أن يضربهن أو يعني يسيء المعاملة معهن. وهكذا يقول حضرته أن القرآن الكريم لا يقترح بأي حالة أن يتولد من هذه العملية أي سجن المساجين عبيدا، ولكن هؤلاء المساجين للحرب يقترح القرآن الكريم أن يحسن من وضعهم ويعطيهم حقوقهم الإنسانية المشروعة. وهكذا في نفس الوقت الإسلام يسمح لك بأن تقبض على هؤلاء ويصبحوا عبيدا، ليس عبيدا بالمعنى يعني بأتم معنى الكلمة وبذلك المفهوم الضيق لمعنى العبودية الذي ربما يتسرب لأذهان بعض الناس، ولكن الإسلام يعطيهم الحقوق المختلفة التي في الحقيقة لا يحظى بها ولم يحظى بها العبيد عبر صفحات التاريخ. ثم يقول حضرته أن الإسلام في نفس الوقت يعطينا إمكانيات مختلفة ويعطينا هذه الإمكانيات التي تشرف وترفع من قيمة الإنسان، وهو أن يعتق هذا العبد كي يكتسب الإنسان مرضات وحب الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول حضرته ننظر إلى تاريخ الإسلام نرى
أن العبودية قد اندثرت بسرعة. لماذا؟ لأن هؤلاء إما تلك الجيوش الغفيرة من العبود من العبيد عفوا قد عتقت أو يعني أو إما أيضا ماتوا وأبنائهم الذين ولدوا لهم هؤلاء لن يكونوا عبيدا. لماذا؟ لأن أي مولود يولد حرا وهكذا لا يستطيع الإنسان أن يستعبد شخصا والله سبحانه وتعالى قد أعطى له تلك الخاصية أن يكون يعني يولد بتلك الحرية التامة الطبيعية. فهكذا الذين استعبدوا فقط كانوا مساجين للحروب المختلفة وهذه هي العادة المعروفة والمعمول بها قبل مجيء الإسلام. ثم يقول حضرة المؤمنين القرآن الكريم يعلمنا كيف يعني نحول هؤلاء كيف يعني نعتق هؤلاء العبيد ليعني جلب مرضات الله سبحانه وتعالى. ومن خلال هذه الخطوة يمكن للإنسان فقط أيضا أن يؤثر في هؤلاء المساجين من الناحية الأخلاقية ويعاملهم بأحسن معاملة ليس بتلك المعاملات المقرفة التي كانت معروفة قبل تاريخ الإسلام وحتى في أيامنا هذه. ويذكر حضرة أمير المؤمنين حالة واحدة يقول هنا مرة روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أحد المسلمين يضرب يعني عبده فغضب عنه غضبا شديدا ومباشرة تأثر ذلك الشخص المسلم وعتق ذلك العبد. فهذه هي الصورة التي نجدها في الإسلام وهذه فعلا الصورة التي رسمها المسلمون إذ أننا نجد أنه يعني في يعني حادثة هامة عتق ما يزيد عن 60,000 عبدا مرة واحدة ومن شخص مسلم 60,000 عبدا عتقوا دفعة واحدة من أحد الأثرياء المسلمين. ويقول حضرته انظروا من أين أتى هؤلاء جميعا إما يبدو أنهم يعني من خلال هذه الحروب المختلفة وانظروا كيف أن هذا العدد الهائل قد أنهم عتقوا دفعة واحدة. ثم يقول حضرته من المفروض وحسب الإحصائيات التي يمكن أن يقوم بها أي دارس للتاريخ أن ينمحي مفهوم العبودية تماما من صفحات التاريخ الإسلامي. كان هذا من المفروض بناء على التعاليم الإسلامية السمحة ولكن كانت هنالك استثناءات وأيضا كانت هنالك بعض العادات والميولات في العرب لم تسمح إلى هذه الأمنية وإلى هذه الحقيقة التاريخية أن تتحقق. وذلك يقول حضرته لأن العرب كان فيهم التشبث بالخدم فكانوا دائما يريدون أن يكون لهم خادما في البيت يرعى مصالح البيت المختلفة. فلذلك الدولة الإسلامية منعت من التجارة في العبيد ولكنها كانت تسمح وتشجع بعتق يعني عتق هؤلاء العبيد ولكن كالدول المجاورة تحافظ على هذه التجارة وأسر هؤلاء الناس وتبيعهم. وكان العرب من أكثر الناس الذين يحبون أن يشتروا هؤلاء العبيد فلذلك لم تضمحل هذه العادة من المسلمين بالرغم من أن الإسلام بريء منها كل البراءة بل بالعكس أراد الدين الحنيف أن يمحوها تماما من على وجه صفحات التاريخ الإسلامي. وهكذا يقول حضرته لماذا؟ لأننا إذا رأينا في السيرة النبوية ورأينا أيضا في تاريخ الإسلام نرى أن القرآن الكريم يعلمنا أنه من المستحسن أن يلبس كلا العبد والسيد نفس الملابس من نفس القماش وأيضا أن يأكل هذا العبد من نفس الطعام ونفس المأكولات التي يأكل منها السيد. فهكذا انظروا أي استعباد هذا هو في الحقيقة يعطى هذه الحقوق التي لم يحلم بها العبيد قبل الإسلام وهؤلاء يصبحوا من المقربين ومن أهل ذلك البيت ويصبحوا يعني كأي فرد من أفراد العائلة وتحفظ لهم حقوقهم المدنية وحقوقهم الإنسانية المختلفة. فهذا هو مفهوم العبودية في الدين الإسلامي ليس ذلك المفهوم المشوه المظلم الذي لا يعترف بالحقوق الإنسانية البسيطة. ثم يقول حضرته هذه هي الصورة العامة التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن تتحسن رويدا رويدا عبر صفحات التاريخ الإسلامي ولذلك لم يصلح الله سبحانه وتعالى أن
تمحى مرة ودفعة واحدة بهذه السرعة، لأن ذلك سيؤثر في التركيبة الاجتماعية ويزعزع الأساليب ويزعزع أيضا الأسس الاجتماعية في المجتمع الإسلامي. لذلك الله سبحانه وتعالى قرر وأراد أنها تزول يعني رويدا رويدا. ثم يقول حضرته هذه هي الصورة العامة حول العبودية في الإسلام. أما عن القسط الثاني وهو عن حول ما ملكت يعني أيمانكم بالنسبة للسيدات، يقول حضرته لا أريد أن أجيب أو يعني أتطرق بالتفصيل لذلك الأمور، ربما يعني تنزعج بعض الحاضرات معنا في الاستوديو حتى من يعني يسمعنا هذه الإجابة، إذ يقول حضرته اسمحوا لي كي لا أتطرق إلى ذلك الجانب، وكنت قد أجبت عليه بالتفصيل في الماضي. فعلى الأخوة والأخوات الراغبين في التعرف أكثر وأكثر بالكثب مراجعة ما قلته في الماضي حول هذا الموضوع. ثم يتطرق حضرته مرة أخرى وتحدث عن ماريا القبطية التي تزوجت من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول أن بالنسبة لهذه الحالة يجب أن تعرفوا أن الإسلام يسمح إذا أي أسيرة وضعت مولودا لسيدها فمباشرة تعتق تلك الأسيرة أو تلك المعبودة وتصبح زوجة لها نفس الحقوق كالزوجات الأخريات، وهذا فعلا ما يحقه ويثبته القرآن الكريم. I must add to this the reason why the marriage is dissolved. It is reciprocal. Because the enemy treated the Muslim women who were married as if they were free for them to be had. They considered the marriage dissolved. So reciprocally, to prevent the enemy from continuing to do this injustice, Islam had to react in the same measures. This is the main reason why the marriage was dissolved, not because it was just the practice of the world. I believe that keeping this in view, if during a modern war the enemy does not treat Muslim women as they were treated earlier at that time, it's impossible for Muslims to treat their women like this. Because if they do, reciprocally, they would mistreat the Muslim women as well. So they will be doing absolute injustice to their own ladies if they do this in a modern warfare. So that is why I believe it was reciprocal. It was essential to make the enemy understand the folly of their practice. If they do not do this, Muslims have no right to do the same. Is it possible for the same woman then to marry her husband again after the war is finished? To? Is it possible for the woman who was in prison and she's freed? Is it possible for her after this answer, I'll tell you this question. Yes. يوضح حضرته ويقول لماذا يفسخ الزواج لأي امرأة يقبض عليها كأسيرة حرب ولا يعترف بزواجها القديم ويجب عليها أن تتزوج من شخص مسلم أو الشخص الذي يملكها. يقول حضرته هذه المعاملة لا أتصور أن المسلمين هم الذين وضعوها، ولكن كانت معروفة ومعمول بها في تلك الظروف، فالسيدات المسلمات أيضا قد عوملوا بهذه الطريقة البشعة. ولذلك كي يحس الطرف الآخر الطرف الظالم كي يحس بوقع ومدى خطورة وحدة هذا الوضع، لابد أنهم يعاملوا بنفس الطريقة وتأخذ منهم زوجاتهم بنفس الطريقة التي أخذوا بها زوجات المسلمين. ويقول حضرته هذه الطريقة لم يضعها المسلمون ولكن كانت موجودة قبل الإسلام، وقاموا بذلك بهذه الحدة لكي يثبتوا فيهم ويزعزعوا فيهم تلك الأفكار أيضا. What is your question, please? After the war is finished and the wife wants to go back to her original husband. Can she go back to her original husband? It's a very interesting question and laughable. Because even in the modern societies, once a verdict is issued about the dissolution of a marriage
and the woman marries another person, it is not possible for her to return to the old husband unless she divorces the new husband. So this is a very complicated affair you have raised. If it happens today during a war, but this is not possible during a war, but if in olden days a non-Muslim woman was captured, her marriage was dissolved, she married another person which was a Muslim and had children from him, do you really believe that he would like to return to his old husband? No, but my thought was that maybe the woman was forced to have to marry another person. Then. It's not a question of force. It is a question of a tradition and a practice which was worldwide. But forget about that. A woman whose marriage is dissolved, every prisoner is forced because he is not made a prisoner out of option. So the question of force is related to war, not to the personal rights of somebody being trampled. So this force issue is a separate issue. But the major point, the crux of the matter is she is married and she bears children. After that, can you visualize her to dissolve this that marriage and return to that husband? He may not, he may have married somebody else. كان هذا الاستفسار عن حالات استثنائية يقول تقول الأخت هل يسمح للمرأة التي يقبث عليها مثلا في حرب في يعني في خلال تاريخ الإسلام ثم تصبح زوجة لشخص مسلم هل يسمح لها بعد انتهاء الحرب أن ترجع لزوجها الأول الذي خسر قومه ذلك الحرب يوضح حضرة أمير المؤمنين ويقول في هنالك جانب سؤال ويجب أن أوضح لأنها ليست بالصورة الفكاهية كما تصور الناس ولماذا يقول حضرته لأن العادة المعمول بها والمتعارف عنها هو أي مرأة يقبض عليها كأسيرة حرب تلك المرأة يفسخ زواجها الأول وتتزوج من شخص مسلم خصوصا إذا ولدت ووضعت له مواليد تصبح زوجة مع يعني لها جميع الحقوق المدنية بالنسبة يعني كأي زوجة أخرى ولن تحتاج لتفاصيل الطلاق من زوجها الآخر إذ تلك العادات قد غطت هذه التفاصيل البيروقراطية المختلفة فإذا أرادت هذه المرأة ولم تكن يعني في ظروف حرب إذا أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول فيجب عليها أن تتحصل على طلاق معروف موثوق به من زوجها المسلم ثم بإمكانها أن ترجع إلى زوجها الأول وليس بتلك الصورة البديهية الساذجة التي ربما تتسرب إلى كثير من الناس ويقول حضرته ربما أن زوجها الأول هو الآخر قد تزوج وأصبحت له عائلة أخرى وأولاد إلى غير ذلك فكيف سترجع إلى ذلك الزوج الأول وحياتها قد تغيرت تماما وقد فسر حضرته هذه النقطة بعجالة كما فسرت لكم No, I don't think there is enough time left for any other question. Huh? So let's call it a day, please. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.